لا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرنا إيهاب، إليك ميرنا. شكرا لكم محمد وإيمان، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أوكانو يوكيكو أن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، لافتة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تضعفت. كما أكدت المتحدثة أن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاون مع مصر التي تعتبر لاعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة. وأعربت أوكانو عن رغبة بلادها في زيادة تعميق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل وقطاع الطاقة وكذلك التعليم. شارك وزير البترول طارق الملا في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غاستك لعام 2023 بسنغافورة، والتي ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون. كما أكد الملا خلال الجلسة أن هناك انتشاراً وتسارعاً في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال في ظل إجماع عالمي على أن الغاز هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل. وكان وزير البترول قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية. استقبل رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر القس أندري زكي وفدا إنجليا من رجال أعمال أمريكيين مستثمرين في عدد من المجالات المختلفة، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة لمصر. وأضاف زكي أن مصر تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، ومن جانبهم عبر مشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجليزية بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التي تحدث في مصر ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، وذلك في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين. في أسواق البترول العالمية غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث تجاهل المستثمرون الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا، كما حد ارتفاع الدولار من اتجاه الصعود. وتراجعت العقود الأجلة لخامي برنت بنسبة تقدر ب 39% مسجلا 89.69 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 29% لتصل إلى 86.44 دولارا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.35% لتصل إلى 3.17 دولار للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.98% لتسجل 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي، وأدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة وبالتالي انخفاض الأسهم بأوروبا. وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا لك ميرنا.